يعني محمد الفاسي العلامة هو سليل أسرة قريشية، ابن الجد. تذكرت هنا كتابا، لاحظوا معي، كثير ما نؤلف في السلاطين أو نؤلف في بعضنا البعض. هذه العائلة الفاسية هذه كتب عنها سلطان المغربي مولاي سليمان، كتب كتابا عن الفاسي سمى عناية أولي المجد بذكر الفاسي ابن الجد. هو فهري نسبة إلى فهر من قريش، باعتبار أن فهر هو من سلالة قريش، من حفادات قريش بالذات. هذه الأسرة، يعني عائلة الفاسي الفهري اللي كان اليوم في المغرب، الأصل ديالها أصلها قريشية، بل أنهم سليل رجل من قريش يعتبر من المبشرين بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة. ثم صارت هذه الأسرة لما انتقلت إلى الأندلس صارت تعرف باسم آخر، هو أسرة بني الجد، ابن الجد الفهرية القريشية. وابن الجد هذه عرفت في منطقة تسمى لبلة، وما يسمى كان ما يسمى اليوم بالإسبانية نيبلة، في نواحي إشبيلية. وهناك ارتقت أيضا سلم العلماء الكبار، وأحدهم وصل في العهد المرابطي إلى مستوى الوزارة اللي هو أبو القاسم ابن الجد. وهذا ابن العائلة ابن الجد لما انتقلت إلى المغرب حافظت على تسمية ابن الجد، ولذلك كتب فيها كما قلت السلطان مولاي سليمان كتاب عناية أولي المجد في مناقب أسرة بني الجد. كيفاش أستاذ عائلة الفاسي الفهري من قريش جو الفاس واستحوذوا على واحد النصيب كبير من إذا هما أصلهم الجزيرة العربية، فإبان الرحلات العربية وربما إبان الفتح الإسلامي العربي للمغرب انتقلت أسرتهم إلى الأندلس مع الفاتحين العرب، في يعني منهم من الأسر الأولى التي انتقلت في بداية الإسلام التي انتقلت إلى المغرب، ومنها انتقلت إلى الأندلس واستقرت في الأندلس. إذا مع الهجر مع الرحلات، إما مع الغزوات الغزو العربي الإسلامي للمغرب، وإما مع الهجرات واستقرت في إذا في الأندلس حظيت بمكانة علمية. لما انتقلوا للمغرب لم ينتقلوا في الحقيقة بعلمهم، انتقلوا كتجار، واستقروا في المغرب كتجار خصوصا في القصر الكبير ومدينة فاس. وفي وجودهم في القصر الكبير وفي فاس ارتبطوا بعلماء صوفية، بالخصوص علماء صوفية. إذا أسسوا زوايا، لما أسسوا زوايا صار لهم العلم والتصوف. وفي هذه الفترة كان العالم الصوفي يحظى بميزة كبرى جدا، وزاوية الفاسية حظيت بميزة كبرى في مدينة فاس. بعيدا عن الجانب الديني أستاذ، عائلة الفاسي الفهري حاليا في المغرب معروفة بالثراء، وجه الثراء جابوا من أصل ديالهم قريش ولا احتاجوا لا 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 لا, لا. هما الفهريين الذين دخلوا إلى إلى المغرب، الفهريين الذين دخلوا المغرب كانوا تجار، ولكن أحد الجد ديالهم اللي تشهر في فاس اللي هو أبو المحاسن الفاسي لم يشتهر بالتجارة، اشتهر بالعلم والتصوف. إذا هذاك العلم والتصوف هو اللي جاب له التجارة، هو اللي جاب له النفوذ وجاب له المال، من خلال الفتوحات، من خلال التعليم، من خلال التدريس، من خلال المريدين. إذا الشيخ الأول هو اللي كان غني بعلمه بتصوفه، وهذا الغنى العلمي والصوفي هو اللي جاب له الغنى المادي. شكرا.